حقوق الإنسان كو باهن هي قف كبن آدم كهواي بدن طيب بس إن لفهمه وامد كو هذا قد كي الدولة ذا قار سيد إيشيغ يعني حل رياش وحقوق ضم مواطن كنا وحأي نكون إسامد هالقاسي كوبا بعض مواطن كا يعني حق له إن وهل حقوقه أساسية تاسو أي كم طيب إن وهل ضمانة قاد لحرير حقوقه أساسية سيد إيشيغ يعني ضد كقوم تدير له أرمها حقوق الإنسان كي يصدو قلك هذلك أرمها بالشدة حقوق الإنسان مركل ليه هي وحقوق ذو ليه هي قفك بني آدم كل حقوق ذا سوى حكم ذا وجوه الرئيس مركو جوه الرئيس حقوق ذا نولان شهر وكان نولان شهر مركو قفك كبني آدم هان حقوق ذي نولش إنه كل نولاده أمني وكل نولاده هي نظيفة وهلا عاف ما ذو هلا وحبر الشو هلا ملو الدجو هلا وقلا حقوق ذا سوى إذل مركل إسكو جيو وحقوق ذا نولان شهر يلي ده حقوقها كله سواء قال يحق الإنسان كا وحكم إذا قفكو إنه محاين هذاي عضين كرو أو إلكشن كي دورشين كو كقيم قاضن كرو مرك قف كستو سيدي تمنجرة موادن كستو سيدي تمنجرة وح حق له يهي إنه دورته أما وح دورته لنا دوران كرو وحنا دوران كرو أيو حق له يهي مرك حقوق لاسي كم أحدنا إن قنيت هاي كم أحدنا إن محاين هذاي مكل الدونة هيركا وح برشئي هيركا محاين هذاي نقاله ما سامينا يعني بناء هذا مهني موادنا هان أياد حقوق ذاسي أولى ذا هاي مركا قف كستو أو شروط أسبوعية وح ومعناها كبناء هذا مهنا من حقوق ذي الإنسان كونه يسقط وحقوق ذا دستوركو والصغي حقوق الإنسان كلو يقانو سدوا كلا محمد هذا يي إن قفكي وح وحقوق لي هاي إن لبتوين كستو سوق هذا إن ومقدو وكهلو إنه مقدو كهلو سدوا كلا إن و طلبن كرو او ما حدا هذا حقوقها كلي كم قن الدستور كسرعي إن أصي حر يا حلال أضل بن كرو سلام كان فكر كيس وعبرن كرو واحد لو يقانو expression of idea أما expression of speech واحد لو يقانو freedom of speech نمرك قاركود لوجي يرو أما حرية هذا الك حرية هذا الك واحد كم نقف كاسي إن أو لبتوين ك وطبعاً يو oo maxaan raadahay si shakhsi ah ama baraha bulshada ugu qor karo ama media si toos ah uga sheegiyo uga sheegi karo dhibaatooyinka ama isaga soo gaadha ama bulshada soo gaadha marka freedom of expression ama xuquuqda xurriyadul qowlka waxa loo yaqaan soo kale waxa ku sugan tahay waa xuquuqda insaanka qayb kamida meelo badan oo kamid ee qaaradan Afrika waxa ku badan dastuur qurux badan oo dhameystiran kaas oo ay ku xardhan yihiin wax walba oo wanaag ah balse waxa aad u yar in ay dhaqan galkoodu la arko oo uu noqdo mid muuqdo sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh arrimaha xuquuqul insaanka siyaad dheer sare telefishinka CBA jigjiga hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland